لنقترب أكثر من شعر أبي مسلم وبالخصوص شعره الديني والسلوكي. ما المساحة التي يحتلها السلوك والتصوف في شعره؟ وماذا نعني أصلا بالتصوف؟ وكيف تجلى في شعر أبي مسلم؟ طيب، التصوف وماهيته وحيثياته والملابسات التي داخلته والتفريق بين التصوف السني العملي والتصوف الجهادي والتصوف المرتبط بعلوم السيمياء والكيمياء، هذا محوج في الواقع إلى أكثر من جلسة. لكن بعجالة سريعة أذكر بقول أبي الفتح البستي: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقا من الصوفي، ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. يقال كل من تنازل عن محض إرادته في الحركة لمقتضى ربه في التكليف متصوف وسالك، داخل في قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. غير أن مفهوم التصوف ناظر أيضا إلى جنبة أخرى، هي التقشف والزهد عن الدنيا والابتعاد عن ملذاتها. هؤلاء ارتضوا لأنفسهم هذا المسلك فهم مختارون له. عندنا قاعدة في علم المنطق تقول: إيجاب الاختيار لا ينافي الاختيار. فإن من أوجب باختياره اختيار شيء ما فقد سلب عن اختياره أن يكون مختارا، وإنما كان مريدا لما اختاره لنفسه. وهؤلاء كما قلت التزموا هذا النهج وتلك الخطة. ثم داخل أيضا هذا المفهوم أمور تتقاطع والسلوك لدى أصحابنا، لذا أنا أستحسن أن أستعمل مصطلح السلوك أو الاتجاه السلوكي لدى أبي مسلم. أما ما المساحة التي يشكلها السلوك والذكر من شعر أبي مسلم، فأحيلكم إلى كتاب أثر الفكر الإباضي على الشعر العماني في القرنين 13 و14 الهجريين. يقول ما معناه، ونسمحوا لي أن أنقل بالمعنى يعني ما ورد في الكتاب. يقول: الناظر في شعر أبي مسلم في بعده السلوكي والصوفي يصعب عليه الإحاطة بأذكاره، لأن أغلب شعره أذكار وتوسل، حيث يستغرق الشعر السلوكي نصف ديوانه تقريبا. ثم يمثل على ذلك بالتائية التي بلغت زهاء 1594 بيتا شعريا في المناجاة الإلهية والتضرع لله عز وجل من خلال التوسل بأسمائه الحسنى. فقد ضرب أبو مسلم الخلوة الروحية إطارا لتلك المناجاة وذلك التوسل، وجعل الفن الشعري أداة معبرة عنها. يقول: بأسمائك الحسنى تقربت سيدي إليك مجدا في هتافي وقربتي، جعلت سمير الطبع ترتيل ذكرها لوجهك ربي خلوة بعد خلوتي، بحقك أمطرني سحائب سرها، بحقك أمطرني سحائب سرها بما خص كلا من كمال وقوتي، وهب لي بها من كل خير أتمه إلهي في الدنيا وفي الأخروية. ويلحظ أن أبا مسلم في مقدمة قصائده السلوكية نصب نفسه خادما لطريقة هام بها قبله أهل الاستقامة، محترزا بذلك مما يمكن
أن يثار من تساؤل أو يوجه من انتقاد لذلك التوجه، مؤكدا بعد أن حشد جمهرة وجمعا من المصطلحات الصوفية وأضافها إلى قاموسه الشعري على أنه إنما اختار أذكاره تلك من نير الذكر العظيم من الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول: نصبت لهم من نير الذكر معلما، وبوأتهم من أنفع الذخر مغنما، وصيرت نفسي خادما لطريقة بها أهام أهل الله في الأرض والسماء. فيا لرجال الحب والكأس مفعم، هلموا اشربوا هذا المغني ترنما. عصرت لكم من خمرة الله صفوها فموتوا بها سكرا، فما السكر مأثما؟ لقد هام أهل الاستقامة قبلنا بها فانتشوا بين الخليقة هيما. بكلمة واحدة، أبو مسلم جعل شعره متنفسا يعبر من خلاله بخالص دعواته إلى الله عز وجل، مستثمرا معنى كل اسم من أسمائه الحسنى، جاعلا ومدللا على ذلك بجعل خواتيم أو نهاياته التوسلية لدى كل نفحة من نفحاته السلوكية، وهو إنما سلك في ذلك جادة أهل الحق والاستقامة، مستثمرا معطيات الفكر الإباضي في الدعوة والمناجاة والتحذير من الذنوب والدنيا، مع شيء من التوسل في موضوع التوسل.